ونرحب بزميلنا العزيز وليد الحديدي الصحفي المصري اللي صوت في جائزه ذا بيست، جائزه الفيفا لافضل لاعب في العالم. نشوفه صوت لمين، واكيد صوت لمحمد صلاح، بس نشوفه صوت لمين بعديهم ونعرف منه كواليس هذا الحفل الافتراضي اللي فاز بيه ليفاندوفسكي بجائزه افضل لاعب في العالم. وليد صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الفل يا كريم، تحياتي ليك وتحياتي الماهر وتحياتي لكل الساده المشاهدين. دايما مشرف ومنور. شايف النهارده فوز ليفاندوفسكي فوز مستحق؟ هو يعني زي ما اتفقنا واتكلمنا مع بعض قبل كده ان السنه اللي فاتت دي كانت الحقيقه سنه محيره جدا، فكره ان حد ضمن او كان مقدم كل فروض الاستحقاق زي ما بنقول انه ياخد الجائزه ولازم هو ده اللي ياخد الجائزه، ده ما كانش موجود السنه دي. ليفاندوفسكي عمل حاجات عظيمه على المستوى الفردي، وميسي عمل حاجات على المستوى الفردي، وكمان كسب بطولات، كسب الكوبا امريكا وكسب الكاس مع برشلونه. محمد صلاح ايضا قدم حاجات عظيمه على المستوى الفردي في السنه اللي فاتت، وبالتالي اي اسم من الاسماء الثلاثه كان هيتوج كان هيبقى بيستحق التتويج، وبالتالي برضه ليفاندوفسكي يستحق الفوز. ولو كان صلاح فاز او ميسي فاز كنت هقول نفس الكلام. اختياراتك كانت ايه؟ هو بالنسبه طبعا لجائزه افضل لاعب كان اختياري لمحمد صلاح في المركز الاول، وحطيت ليونيل ميسي في المركز الثاني وليفاندوفسكي في المركز الثالث. ده حلو قوي كده، انت كده عداك العين. انت كده براءه عامه يعني. لا طبعا الحقيقه يعني السنه دي تحديدا يعني ما كانش في اي مجامله لمحمد صلاح، والدليل ان كان في اختيارات كتير لمحمد صلاح. انا عايز اقول لك ان محمد صلاح في فئتين تصويتيتين خد مركز ثاني مش ثالث، يعني محمد صلاح في اختيارات المديرين الفنيين خد ثاني مش ثالث، خد ثاني بعد ليفاندوفسكي وتفوق على ميسي، وكمان في اختيارات الجمهور خد مركز ثاني بعد ليونيل ميسي وتفوق على ليفاندوفسكي، لكن طبعا ليفاندوفسكي كان اول في تصويت اللاعبين وكان اول. وليد عايز افهم منك ليه محمد صلاح مش في تشكيله العام؟ لان ببساطه ان اللي بيختار تشكيله العام ملوش اي علاقه بالفيفا وملوش اي علاقه بالفئات اللي بتصوت لجائزه افضل لاعب في العالم. اللي بيختار تشكيل العام هو الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين الفيف برو، وطبعا مكاتبه او اداراته في كل العالم بيتم توزيع استمارات على اللاعبين المحترفين في كل العالم، وكل واحد بيحط التشكيل اللي من وجهه نظره الافضل، تشكيل ال11، وبالتالي الفيفا بيعلن فقط التشكيل في الحفل بتاعه وفقا لبروتوكول تعاون بينه وبين الفيف برو، لكن الفيفا ملوش اي دخل في الاختيارات. وطبعا دايما الحقيقه تشكيل العام اللي بيجي من الفيف برو بيكون عليه شويه ملاحظات ومش دايما بيكون منطقي. يعني النهارده مثلا مختارين تشكيل بطريقه 3-3-4، ودي فورمات تشكيل غريبه جدا، لكن وبعض الاسماء برضو موجوده كان غريب ان هي تكون موجوده واسماء ثانيه مستبعده. ده فورميشن يلعب بيه بس كارلوس كيروش حبه. ده انت حتى لو جيت تجرب تلعب بيه في الفانتازي مش هتعرف. صحيح. يعني البلاي ستيشن مش هيديك الفورميشن ده. وليد الحديدي انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني، ودايما موفق ودايما ناجح ودايما مشرف. انا بشكرك شكرا جزيلا.